بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو إن شاء الله سنقوم بعمل تعديل على الصورة. سنقوم بإنشاء ملف جديد edit.php بالشكل التالي. طبعا سنقوم بأخذ نفس الكود Ctrl C Ctrl A مسح Ctrl V بالشكل التالي. سنقوم بإجراء بعض التعديلات هنا. طبعا هنا إضافة صورة جديدة، تعديل الصورة، تعديل بالشكل التالي. أيضا صفحة الإندكس طبعا سنقوم بعمل edit.php لما الاي دي، عندما يكون اي دي بيساوي رول صفر، اي رول اي دي، اي عند الضغط هنا سيقوم باخذي الى مكان اضافة او تعديل الصورة. طبعا لم نقوم بالحفظ، ريفرش بالشكل التالي، عفوا كنترول سي اس ريفرش تعديل الصورة. ومن ثم في الايديت أول خطوة سنقوم بعملها إن شاء الله، سنقوم بأخذ الاتصال Ctrl X ورفعه هنا، ومن ثم ID يساوي get لل ID بالشكل التالي. ومن ثم سنقوم بعمل جملة استعلام select all from images table where ID بيساوي متغير الاي دي. سنقوم بتنفيذ الاستعلام تي بي كويري، طبعا الاس اس، ومن ثم سنقوم بتخزين البيانات في مصفوفة عن طريق الدالة دي بي فيتش اري ار ار بالشكل التالي. وأول خطوة سنقوم بعملها، سنقوم بالتوجه إلى تعديل الصورة هنا، وسنقوم بأخذ الصورة كما هي هنا، نسخ لصق، طبعا هنا 200 وهنا بي ار بالشكل التالي. Ctrl S ريفرش، نلاحظ عرض الصورة، نلاحظ عرض الصورة. الآن سنقوم بالتعديل على الصورة. طبعا للتعديل سنقوم بالتالي، هنا بدل جملة الانسيرت سنقوم باستخدام جملة ابديت، وهنا set بالشكل التالي. كما نلاحظ هنا فايل نيم Ctrl C تساوي فايل نيم، ومن ثم Ctrl X تساوي الاكستنشن، ومن ثم التايب Ctrl X تساوي التايب، السايز تساوي السايز. Now Ctrl X يساوي Now، طبعا هنا Where the ID يساوي the ID بالشكل التالي. نفذ ومن ثم انقلني على صفحة طبعا الاندكس. طبعا هنا يجب يفضل استخدام الدالة Unlink حتى نقوم بحذف الصورة، المخزنة في على القرص الصلب، طبعا موجودة في images على طبعا دوت رو الواحد. طبعا الدالة اللينك ستقوم بحذف الصورة من
الجهاز. طبعا وضعنا أت حتى لا يظهر لنا أي مشكلة أو أي نويتس أو ملاحظة في صفحة الويب. نلاحظ هنا الآن سنقوم بتغيير الصورة. مثلا images picture، نغير أي صورة. ديسكتوب هذه الصورة على سبيل المثال، رفع الصورة. نلاحظ قام بتغييرها أيضا. هنا براوز قام بتغييرها، وأيضا في الإيمجز قام بحذف الصور. حتى نتأكد سنقوم بالذهاب إلى أوبريشنز، ومن ثم ترانكيت إفراغ الجدول، ومن ثم سنقوم هنا ذهاب إلى إيمجز وحذف كل الصور، ديليت، ريفريش، لا يوجد أي صف، إضافة صورة. هذه الصورة على سبيل المثال رفع. نريد التعديل على الصورة، طبعا سنلاحظ هنا الصورة موجودة على قوس الصلب. Pictures على سبيل المثال هذه الصورة، رفع الصورة، نلاحظ حذف الصورة القديمة والطبع نقل الصورة الجديدة. وهنا أيضا براوز سنلاحظ أنه حذف الصورة القديمة أو عدل على الصورة القديمة وأضاف الصورة الجديدة. طبعا ديليت نفس الموضوع، ديليت وانلينك. لا نريد كتابة الكود، نفس الموضوع ديليت السابق، ولكن نضيف فقط ان لينك في جملة أو في ملف الديليت. إن شاء الله في الدرس الثاني سنقوم بالتعرف على كيفية عمل لوج إن ولوج أوت، تسجيل دخول وتسجيل خروج، والتعامل مع السيشن.